ار بريكفاست. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. Good morning. صباح الورد. صباح الخير. صباحكم قهوة. متواصلين معكم سمع الكرام في بريكفاست هذا الصباح. ضيفنا لهذا اليوم مستمعي الكرام في بريكفاست هي شخصية سعودية بارزة في مجال الإعلام بالشرق الأوسط. تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض من القسم الإنجليزي وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي. أيضا هي أول امرأة سعودية تعين سفيرة للنوايا الحسنة في عام 2006، وهي تعمل حاليا في وظيفة الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي كانت تسمى سابقا بمؤسسة المملكة. معنا مستمعينا الكرام الدكتورة منى أبو سليمان. بداية دكتورة صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. دكتورة خليني أسألك، يعني طبعا احنا نشكرك انك يعني متواجدة معنا اليوم. أين هي الدكتورة منى أبو سليمان اللي يعني عن المنبر الحواري التقديم أو يعني فترة؟ من منى؟ أي منى حقيقة يعني هي خليط ما بين الغرب والشرق، لأنه زي ما أنتوا عارفين أنا تولدت في أمريكا ودرست الابتدائية في السعودية، المتوسطة في أمريكا، الثانوية في أمريكا وماليزيا، الجامعة في ماليزيا والسعودية وأمريكا. فطول حياتي أتنقل ما بين الشرق والغرب، فحقيقة أحس أنه الاثنين متأثرين فيها. ممتاز. طيب. وفي نفس الوقت أهم شيء بالنسبة لي هو طبعا أني كوني أم. طيب ممتاز. لكن أنا طيب سبب التنقل كان يعني عمل أو دراسة ومع الأهل أو؟ طبعا جزء منه كان انه الوالد كان يعني زي كثير من السعوديين كان بيدرس في امريكا، اخذ دكتوراه من يونيفرسيتي بنسلفانيا، وبعدين رجعنا السعوديه لرجع يعني كان على البعثه ورجع اشتغل في الرياض، ثم يعني ساب الجامعه وفتح ثينك تانك او معهد فكر في امريكا، فرجعنا بعدين صار رئيس الجامعه الاسلاميه في ماليزيا فذهبنا معه، فجزء منه كده. بعدين طبعا لما تزوجت نفس الشيء، انه مع زوجي كان بيشتغل في بروكتر اند جامبل زوجي السابق. رحت جدة درست في جامعة عزوز. طيب. وبعد كده رحت على جورج ميسون يونيفرسيتي كملت الباتشلرز والماسترز ورجعت على السعودية اشتغلت، وبعدين سويت البي اتش دي في جامعة الملك سعود، لكن لسه ما حصلت على لقب الدكتوراه. طيب ما شاء الله، لا ان شاء الله قريب نسمع لقب الدكتوراه، لكن ما شاء الله هذا فيلم طويل انا ما حفظته الصراحه، لكن في العاده كنت حنسمعه. ما شاء الله تنقلتي كثير، لكن انا كنت اسالك برضو اين هي الدكتوره منى ابو سليمان عن المنبر الحواري؟ يعني مثلا انت كنت طبعا تقدمين مثلا في برنامج كلام نواعم، كيف تقيمين التجربه واين انت الان عن المنبر التقديم؟ اي طبعا يعني انا الان تركت التلفزيون بسبب عملي. أنا دائما يعني حتى لما كنت على التلفزيون كنت أشتغل في الجامعة كمحاضرة وأيضا مع شركة المملكة ومؤسسة المملكة وبعد كده مؤسسة الوليد اللي أنا فيها، تدرجت من مانجر إلى ما وصلت أني أصبحت رئيسة المؤسسة الخيرية بأكملها في السعودية وفي العالم الخارجي. ما شاء الله جميل. يعني ايوه فرئيس المؤسستين يعني في نفس الوقت. فهذا تقريبا اخذ 8 سنين من حياتي، فانا دائما كان عندي عمل اخر غير التقديم. الناس عرفوني عن طبعا عن طريق التقديم. صح. عملي حقيقه في العمل الخيري جزء كبير منه هو الحوار، هو الحوار ما بين الغرب والشرق. فمثلا بنعمل كثير من السنترات اللي في جامعات عريقه مثل كامبريدج وهارفارد وجورج تاون لمساعده الغرب تفهم الاسلام، وبنعمل سنترات في زي اي يو سي واي يو بي لتفهم الغرب في الشرق. ايوه يعني انتوا هذه طبعا ما زال عملي حواري، لكن لست انا الحواريه. طيب جميل. لكن المحاورة. طيب لكن هو انتوا تنظموا هذه الاشياء طبعا للغرب، يعني اللي يكونوا مثلا بريطانيين او امريكان او الى اخره؟ يعني لا، في اشياء في بيروت وفي مصر للعرب. طيب ممتاز جميل. طيب دكتوره يعني انت كيف قيمت التجربه الشخصيه لك في كلام نواعم؟ ما كانت تجربه ممتازه. الواحد دائما يحب انه يتعلم مهارات جديده، تعلمت اشياء كثيره،
تعلمت كيف أستطيع أني أدير الحوار. أنا يعني بطبيعتي أحب أني أستمع أكثر مما أتكلم. يعني كان بيدفعني أني أتكلم أكثر. في نفس الوقت أنه يعني طبعا فتح لي بيوت الناس. أي أحد في أي بلد عربية تقريبا لما أقول له كلام نواعم يعرف البرنامج ويفتح لي أبواب كثيرة ما كنت أحلم بيها. ما شاء الله ممتاز. لكن يعني في مواقف طريفة يعني كنت تذكريها في بداية يمكن تقديمك، خاصة أنك بدأت أظن مع كلام نواعم؟ يعني أول ما كنت أعرف أي كاميرا أبص فيها، فدايما ببص في الكاميرا الغلط، بتكلم وأنا ببص في كاميرا تانية. يعني أخذ مني وقت لأنه الكاميرات طبعا 6 أو 7، فالواحد ما كان يدري فين يبص. فكاميرا هنا كاميرا هنا، ترجع الكاميرا. طيب حلو حلو. طيب دكتورة منى، يعني على مستوى الابتعاث انت كيف ترين؟ انت كنت تقول نحن احيانا ننظم زي اللي هي حوار او شيء من هذا النوع لتعريف الغرب على او علينا في كمسلمين او الى اخره، تمام. كيف ترين يعني تقبل الشعوب خاصة المبتعثات السعوديات، يعني مع اختلاف العادات والتقاليد واتباعنا للدين؟ وبحقيقة يعني احنا نكون اغرب من الناس الصينيين اللي جايين من الصين، ما يعرفوا يتكلموا انجليزي، او اليابانيين او البلدان الاخرى. فطبعا احنا عندنا خصوصيتنا يمكن شوية يعني مع البنات خصوصا، لكن في دول كثيرة برضو عندها خصوصيات مختلفة عننا. فما اشوف اي مشكلة في تأقلم البنات او الشباب في أمريكا أو في دول أخرى. يعني جميل. يعني أنا بس كنت أتصور تعرف يعني الأحيان أن يكون يعني في الدول الأوروبية أنا كنت المحجبة أو إلى آخره، لكن الآن انتشر هذا الشيء بصراحة. أنا كمبتعثين موجودين هنا يعني صار شيء نورمال أنك تشوف متحجبات في أي مكان. هو الجميل في بلاد الغرب أنه الواحد دائما يعرف بقيمة الحقيقية. إذا الإنسان محجب أو غير محجب بيعمل بجد وبيثبت نفسه وبيكون exceptional، الناس بيعرفوه والناس بيحترموه. لكن الشخص اللي هو بيكون شوية كسلان، اللي هو ما يبغى يبذل جهده يعني الجهد المحتاجه، يعني طبعا الناس ما بيحترموه وفي الأخير بيفشل. نعم بس أنا تجربة غير ناجحة. صح. طيب أنا خليني أسألك يعني من بعض الأسئلة عن مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية في المملكة. يعني من أهداف المؤسسة هو تعليم المرأة السعودية وتعزيز دورها الاجتماعي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية. هل هناك طبعا مثلا خطة مستقبلية مثلا أنكم يعني بحكم أنك يعني خلينا نقول المديرة التنفيذي لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية وتملكين خبرة في هذا المجال، يعني هل ترين هناك خطة مستقبلية مثلا أنه استقطاب من الطالبات اللي مبتعثين في المؤسسة أو من الطلاب أو الطالبات اللي دارسين بالخارج بالأخص، يعني أكثر من اللي بالمملكة؟ حقيقة احنا لما بيكون في مكان فاضي دائما نتطلع نشوف أحسن الطلاب، خصوصا الطلاب اللي يكون عندهم خبرة في يعني ثقافية مختلفة. أمريكا كانت نيوزيلندا، كانت فرنسا. فيعني طبعا بندور على الشيء. احنا ما عندنا كثير من الأماكن الشاغرة أصلا. اللي احنا البرنامج اللي تتكلم عليه حقيقة هو مو لدعم المؤسسة بمثلا مديرين أو أحد يشتغل فيها، هو لدعم الكوادر في السعودية اللي بتكون أقل من المستوى اللي يأهلها تروح بعثات. جميل. ففي طبعا فئة كبيرة للأسف من السيدات اللي جزء منهم حتى ما بيكون مخلص الابتدائية، صح، فمحتاجين دورات، محتاجين مساعدة انهم يستطيعوا يوقفوا على رجولهم، خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن مع الانفليشن، مع التضخم يعني المعيشي، لكن ايضا المشاكل المعيشية الاخرى، الطلاق، العنوسة. ففي فئة كبيرة من البنات محتاجين مؤسسات خيرية يساعدهم. فإحنا بنحاول إنه ندخل في هذا المجال، مو في المجال للسيدات اللي مثلا يكونوا متخرجين من الجامعة وما شاء الله قادرين إنهم يعني يرجعوا يلاقوا شغل في أي مكان آخر. يعني أنتوا تحاولوا توظفوا في المؤسسة من هذا؟ لا، نحاول نجد يعني مثلا واحد من البرامج اللي بنسويها، اشتغلنا مع جمعية النهضة عشان تدريب 30 بنت
من الفئة المحتاجة عشان يستطيعوا أنهم يصيروا كاشيرات ويصيروا بياعات. ومفروض أنه 30 إن شاء الله يشتغلوا مع الحكير أنه في إذا قدروا أنهم ينجحوا في الدورة التدريبية. فإحنا ساعدنا الجمعية أنهم تلاقي يلاقوا البنات، أعطيناهم المادة اللي محتاجينها عشان يستطيعوا أنهم يدربوا، وفي نفس الوقت أصرينا عليهم أنه لما يدربوا البنات لازم أن يكون في عمل ينتظرهم، مو أنه يتدربوا ويقولوا في البيوت. فالجمعية راحت ودورت ولقت أنه في كذا شركة محتاجة هذه المواصفات، والحمد لله حاولتوا تعملوا لكم برنامج جميل. هذا يعني بس example مثل فقط. ممتاز. لكن أنا خليني أسألك الآن، أنت في العمل التطوعي، أنا خليني أسألك كيف ترين العمل الإنساني يعني والتطوعي، خاصة أنه لك على قولتهم باع وفترة طويلة في هذا المجال الآن؟ طبعا العمل التطوعي عمل جميل جدا، لكن في أنواع مختلفة منه. فخليني أقول لك مثلا في المدرسة مفروض أنه الأطفال يتعلموا على العمل التطوعي، إن كان شيء للمدرسة نفسها، إن كان شيء مع جمعيات خيرية، إن كان شيء في مستشفيات، فيستطيعوا أنهم يكتسبوا مهارات عملية لحياتهم، وفي نفس الوقت يعرفوا أنه في شيء أكبر منهم، أنه هم جزء من مجتمع ولابد أنهم يساعدوا منه. هذا شيء انزرع فيهم من هم صغار. صح. بعد كده في الجامعة عمل التطوعي بيختلف، لأن الإنسان بيكون عنده أصلا مهارات أكثر، وبيصير عنده يستطيع أنه بيقدم أكثر للمجتمع. لكن في نفس الوقت بيكون مشغول بالجامعة، فبيجي نوعية العمل التطوعي المفروض يكون فيه مهارات أكثر. بعدين لما أنت بتشتغل، كثير من الشركات الغربية بيعتبروا العمل التطوعي اللي أنت بتقوم فيه جزء من التقييم للترقية، جزء من الكولتشر حق الشغل نفسه. جميل. يعني محسوبة لك طبعا 20% من وقتها، من وقت مديرينها للعمل التطوعي، يقدر يسوي فيه اللي يبغوه. ومو دائما العمل معناه انك انت لازم تروح مكان وتساعد مثلا في جمعية، ممكن انك بتشتغل على برنامج كمبيوتر يساعد مثلا الناس اللي ما يقدروا يشوفوا انهم يشوفوا او يقدروا يقروا او يسمعوا الكتب. ففي اشياء مختلفه تطوعيه ممكن تسويها لمساعده المجتمع. احنا دائما نحسب ان نروح عند مكان وننظف، مثلا زي الان بيسوي في جده بيروح ينظفوا البيوت. ايوه حلو، وفي ناس بيشتروا ما شاء الله تبارك الله العفش والاثاث وبيساعدوا البيوت انها تعاد تاهيل للمعيشه. لكن ممكن جدا انه اذا انت مثلا دارس علم نفس تروح وتساعد الأطفال اللي حقيقة نفسياتهم تأثرت بأنه كان كل شيء ممكن يضيع منهم في لحظة، هذا شيء بالمرة تروماتيك ومحتاجين مساعدة. ففي أنواع من التطوع، بس هو مفروض يكون جزء أساسي من حياة الإنسان، وهو متعة يعني أتوقع نوعا ما متعة. في متعة. دكتورة أنا خليني أسألك، طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة يعني خلينا قربنا رقوتهم، في نظرك لماذا تفتقد يعني نوعا ما التجار وأحيانا المواطنين يعني يكون يفتقدوا للمساهمات من قبل التجار وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنه في منهم يعني ما شاء الله دائما يعني ذوي الاحتياجات الخاصة يكون عندهم إبداع، يعني مثلا ليش ما يكونوا يبتعثوا للدراسة بالخاص في الخارج، يعني خاصة في منهم مثلا تميزوا في التصميم الديكور، أعمال الرسم، الفن التشكيلي، يعني هذه أشياء يعني ممكن تكون مناسبة. طبعا المفروض أن يكون أي إنسان إن كان معاق أو غير معاق، إذا عنده موهبة، إذا عنده حب للعلم، أنه يستطيع أنه يأخذ بعثة. أنا فما أظن أنه البعث مقتصر على فقط الصحيحين البدن، لكن مثلا أنك تيجي تقول لي أبعثوا بحث عشان تصميم ديكور، هذه صعبة شوية. أول شيء لأنه ما في احتياج كبير جدا لتصميم الديكور، وعندنا هنا معاهد في السعودية أصلاً. يعني لا بس إذا كان على كمان لازم يأخذ بعين الاعتبار نوعية إيش معنى البعثة. صح. يعني أنا عندي مشكلة مثلاً في البعثة مو على حكاية الناس اللي عندهم إعاقات أو الناس الصحيحين، لكن أنا عندي مشكلة في إنه ما في بعثات للسوشيال ساينسز أو العلوم الإنسانية. هذه مشكلة كبيرة حتصير في السعودية لما نرجع، وما في ناس يقدروا يدرسون علوم إنسانية يكونوا دارسين برا وفي نفس الوقت مثقفين. يعني ما أدري إن شاء الله.
طيب جميل. لكن دكتورة في طبعا احنا سعدنا جدا بهذا الحوار الجميل، سعدنا جدا ايضا بمعرفة ما شاء الله تنقلك من دول الى دول، يعني انت كنت مثل ما قلتي مختلط بين الشرق والغرب، بما تحدثت فيه عن المؤسسة، بما تحدثت فيه عن الابتعاث، عن التقبل المجتمع الغربي للمرأة السعودية او ايا كان طبعا طالب او طالبة، لكن كلمة اخيرة في نهاية هذا اللقاء. الابتعاث فرصة رهيبة للشباب السعودي انه مو بس يتعلم في الجامعة، بس يتعلم القيم حقة العمل، انه ياخذ انترنشيبس، انه يحاول يختلط بالفئات الممتازة في الجامعة او خارج الجامعة، عشان يستطيع انه ينقل لنفسه اهم الصفات اللي تخليه انسان صالح ومنتج بالطريقة الصحيحة في القرن 21. جميل. الدكتور كثير من عندنا من الشباب بيروحوا بيدرسوا وبيرجعوا فقط بالعلم اللي درسوا. جميل جدا. هذا ليس كافي الآن. دكتورة منى شكرا، شكرا لتقبلك الدعوة، ونعتذر طبعا عن تأجيل اللقاء أكثر مرة، وشكرا لك. لا لا أبدا. شكرا لك في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، كانت معنا الدكتورة منى أبو سليمان، طبعا هي سعودية بارزة طبعا في مجال الإعلام، تخرجت من جامعة الملك سعود بالرياض من القسم الإنجليزي، وحصلت على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، وهي أول امرأة سعودية تعين سفيرة للنوايا الحسنة عام 2006 في عام 2006، وهي تعمل حاليا في وظيفة الأمين العام لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، والتي كانت تسمى سابقا بمؤسسة المملكة. فاصل مستمعي الكرام ونواصل معكم. Of your